السلام عليكم، معكم عز الدين مسلمه. مرحبا بكم في فيديو جديد، واللي هذه المره غادي نشوفوا فيه كاميرا من الكاميرات ديال نيكون، واللي هي دي 5 دي 5. هذه بطبيعه الحال كاميرا كلاسيه من الهوت جام ديال نيكون، بطبيعه الحال بروفيسيونيل. كابتور ديالها فول فريم، سكيفي الكابتور اللي هو المستشعر هذا اللي تيكون داخل، تتكون فيه فورما كبيره، يعني تيدخل الضوء بزاف. هاد الكاميرا هادي خرجتها نيكون في افريل 2016. بطبيعه الحال دات جوج ديال الجوائز في هذاك العام، اللي هما ريدو اواردز 2016 وتيبا اواردز 2016. هاد جوج الجوائز هما المهمين ديال لا فوتوغرافي اللي كيتعطاو في كل عام. بطبيعه الحال داتهم، بطبيعه الحال حنا كنهضروا على هاد لاغام اللي هي بروفيسيونيل ديال نيكون. خدات اهم جوائز واللي هما ريدو اوارس وتيب اوارس 2016. هاد الكاميرا هادي دارت فيها نيكون 20 ميجا بيكسل، واللي السرعه ديالها كتوصل، بطبيعه الحال كنهضروا على الرافال مود سبور، تتوصل حتى بين 12 و14 تصويره في الثانيه. كيفي الا كان طاير شي واحد في السماء غادي يعطيك لي ديتاي ديال الحركات اللي كيدير. بالنسبه لا فيديو ديالها، فهي فيها لا فيديو 4K، السرعه ديالو بطبيعه الحال كتوصل 30 اف بي اس، وفي فول اتش دي كتوصل 60 اف بي اس. بطبيعه الحال في فول اتش دي اللي كيبغي يدير سلو موشن فهو غادي ينتقل من ال4K للفول اتش دي باش يدير سلو موشن. بالنسبه لليزو فهو الخيال العلمي، فهو كيبدا من 100 حتى ل 102400، وبطبيعه الحال يمكن له يتبوست يطلع حتى ل 3 ديال المليون و 280000، يعني الضوء خيال العلمي. بالنسبه للكونيكتور اللي كيخدموا فيها، فهي بطبيعه الحال فيها اليو اس بي الثروازيام، اليو اس بي 3 ميديسيون ديالو. فيها بطبيعة الحال لونطري ميكرو، بطبيعة الحال اللي يخدم الفيديو وكيبغي يدير ميكروفون بروفيسيونيل، بطبيعة الحال ما غاديش يخدم بميكرو ديالها، تيدير ميكرو بروفيسيونيل. بطبيعة الحال سوا ميكرو كرافات او لا ميكرو ديليكسيونيل او لا ميكرو بالادور، فهو غيحتاج لو بور. وبطبيعة الحال كنهضرو على لو بور ديال الميكرو، كاين حتى لو بور ديال الكاسك، غادي تدخل الصوت للكاميرا، فخاصك تشوف واش داخل الصوت مزيان ولا ماشي مزيان، وتريكلو ويكون على حساب داك البويسونس اللي باغي نتايا. فعندك لونطري ميكرو وصورتي ديال الكاسك اولا لي زيكوت. فيها لو بور ديال الريزو، بطبيعة الحال الريزو اللي كيبغي يكونكتيها مع الروتور، دخل كونيكسيون تخرج تصاور بارطاجي مع لي بي سي بالريزو. بطبيعة الحال تكون واحد الديبي كبير اللي كيدوز بالريزو لي دوني. فيها لو بور ديال لاش تي ام اي، هاد لو بور ديال لاش تي ام اي غادي تخدم سوا غادي تبرونشي على التلفازة تشوف داكشي اللي صورتي، اولا لوتيليزاسيون اللي كتخدم بهاد لو بور بزاف، وهي كدير لها مونيتور، اللي كيخدمو لا فيديو تيديرو مونيتور كبير باش كيشوفو داكشي واضح، حيت ليكرون ديالها 3 بلوس صغير. ليكرون ديالها بطبيعة الحال ماشي تاكسيل، لوطو فوكس سي نورمال فيها في لا فوتو وفي لا فيديو. وبالنسبه للباتري فهي فيها باتري كبيره، ماشي بحال الكاميرات الاخرين، فيها باتري كبيره. بطبيعة الحال هاد الباتري اللي كيفالون ديال الكاميرات اللي تيكون فيهم غريب باش كدير جوج باتريات، هي فيها باتري ديجا كبير، وفيها الفورما ديال دي سي لير الاخرين اللي كيكون فيهم غريب، هي فيها انتيغري داخل فيها الداخل. بالنسبه لي كارت ميموار فهي كتخدم بالاكس كيو دي، فيها جوج ديال لي سلوت ديال اكس كيو دي، وفيها فيزور بطبيعة الحال فيزور ديال الميروار اللي كتكون الداخل، ماشي الكترونيك، فيزور ميروار دي سي لير. فوالا هادشي اللي كاين على هاد الكاميرا. بالنسبه للثمن فكالعاده غادي نخلي لكم لي كونتاكت ديالي في الديسكريبسيون باش تواصلوا معايا على الثمن. غادي نعاود نجدد معكم هاد المعلومه هادي، ما كنقدرش نعطيكم
لي بري ديال لي كاميرا، لان ما كنعرفكمش وقتاش شتيو الفيديو، واش شتيوه مباشره من مور ما تحط، او لا من بعد شهر، او لا من بعد شهرين، او لا من بعد 6 شهور، او لا من بعد عام، عامين، 3 سنين، او لا شحال، لان لي بري كيختلفوا غير من شهر لشهر، كتلقى لي بري طلعوا او لا هبطوا على حساب الكاميرا واش ديسپونيبل في السوق ولا لا، واش عليها الطلب او لا لا. فهذا الشيء اللي كيحاول يطلع لي بري ويهبط. خليوا لي لي كومونتير فيهم استفسارات والتساؤلات. بطبيعه الحال انا راه الاشاره ديالكم اللي سولتي وراني نجاوبكم عليه. فوالا هذا الشيء اللي كان. كنشكركم على حسن المتابعه، ونشوفوا في الفيديو القادم واللي غادي يكون في اقرب وقت. والسلام عليكم.